كيفية إظهار اسم المستخدم لتطبيق بطاقة إيكوتي المدفوعة مسبقاً. لإظهار اسم المستخدم الخاص بك، اضغط على هل نسيت اسم المستخدم في صفحة تسجيل الدخول. قم بإدخال رقم الهاتف المسجل ورقم البطاقة. اضغط على طلب اسم مستخدم. سيظهر إشعار نجاح العملية على الشاشة، كما سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتفك المسجل. ابدأ اليوم وانضم إلينا من خلال الرابط في صندوق الوصف.